الفن في حفل التتويج، اختيارات استثنائية تعكس الحس الفني للملك. مزيج موسيقي جمع بين شمال إفريقيا وأيرلندا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا، قدمه الملحن الجزائري طارق أوريجان. طارق الذي كان أحد خيارات الملك شارك في حفل تنصيب الملك بمقطوعته أغنس ديو. مؤلفات أوريجان الموسيقية تدمج تأثير الكتابة الصوتية في عصر النهضة والموسيقى في شمال إفريقيا ومجموعات الروك البريطانية في الستينيات والسبعينيات وأيضا موسيقى الجاز. يصف مختص الفن موسيقى طارق بأنها حساسة ورائعة. لنستمع الآن إلى جزء من المقطوعة المشاركة في حفل التتويج التاريخي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.